السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليكم عاش. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله، وصحة رمضانكم، صحة فطوركم إن شاء الله. كما راك تشوفوا رانا شوية تعبانين من شهر رمضان. خوتنا، معكم خوكم جلال في موضوع جديد حول تجهيز طيور الحسون من أجل التجاوج بصفة سليمة إن شاء الله. خوتنا العزيز، بالنسبة للناس اللي تحب تخدم بالطبيعي إن شاء الله اخدم بالطبيعي، ولكن لشفت الطيور تاعك متوخرة شوية، نصيحة مني أخوي العزيز، ما تقدرش تعتمد غير على الزعتر والتفاف والفاصوليا ياسر، يعني لازم تعاون روحك بالفيتامينات إن شاء الله باه يتم التزاوج في أحسن صور. مثلا نحن نعطيكم بروغرام تاعي تاع اليوم هنايا، كيفاه راني يعني بريباري في طيور أخرين من أجل التزاوج. مثلا دوك نفهمكم، اسمحوا لي دقيقه فقط. اول شيء خوتنا الاعزاز، كيف البريباراسيون تاع الطيور تاعي من اجل تزاوج سليم بدون اخطاء وبدون مشاكل. اول شيء نستعمله اي دواء ضد القمله، مثلا باه نحافظوا على الطيور تاعنا. ها ها، رشات خفيفه فقط، ها، وما تضربش فوق الماكله تاع الطيور. ها، رشات خفيف خفيف، ها، واحده اثنين اتلات، ها، لتجنب الطيور تاعك تكون حاملة للقمل، يعني يكونوا بصحة جيدة، يعني تتفادى الشكل هدايا والمشكل تاع القمل. طيورك ديما يكونوا 10 على 10، يعني دايما طيورك تكون 10 على 10. هذه بريباراسيون تاع اليوم تاعي تاع اليوم، جيت من العمل ان شاء الله، هاني راني قاعد بريباري للطيور تاعي. تاني حاجة واش نديرو هنا، سمحوا لي دقيقة، الحوايج كلها طيح اليوم. ها عندنا فيتامين تاع التزاوج، ها حطينا للمال وحطينا للفمال، يعني حط الفيتامين تاع التزاوج اللي تشتاه انت واللي واثق منه باللي هو اصلي، فهمت؟ وش هو، امشي في البروغرام تاعو كيما محطوط في لا نوتيس، بعد في لا نوتيس بعد، ها ركب له عطشو 5 ولا 10 دقائق، فهمنا، وحط له ان شاء الله يشرب من الفيتامين هذاك، يعاونو ما شاء الله، يخدم لك طيورك، يوجدهم بالبزاف. وما نقولوش يعني كي نعتمدوا على الفيتامين تاع التزاوج معناها هذايا الدواء خارق، والدواء هذا تمدو للطير يولي يقتل في رأ، لا ماهوش كيما هكا. الخدمه تاعو هو كيما قال لك خوك جلال، ان شاء الله تابعني تتعلم العمليه، ان شاء الله تابعني تتعلم. كاين ناس ايضا وجه لها رساله، حتى هي كان بعض الفئات شغل تابعك حلقة بحلقة وتعرف المواضيع تاعك وتتعلم عليك وعجبها انتي عجبها، بعد يروح ينتقدك. ننصحك اخي العزيز، كي تستعمل فيتامين تاع التزاوج استعمله بحكمة، يعني عندك تريتمون تاعو، مثلا يقول لك يوم بيوم يوم بيومين، اخدم باللقطة هذيك، وفر للطيور تاعك الفيتامين ان شاء الله، وتزيد تعاونهم بحوايج ماهوش كيما قلنا حنا دواء خارق. هذا لازم دعم طيور تاعك، عندك البراقة، عندك مثلا السلطة، عندك مثلا هنا مرتين في السمانة نمدلها من شوي زرعة الشوك ولا الشيا ولا البيريلا اللي توفر عندك انت. ها اسمحوا لي دقيقة، كما ترى هنا اخي العزيز نقدموا للطيور تاعنا كيما ولا كيما قلت لك، شعالة بيريلا، زرعة الشوك، التفاف، السلطة، فيتامين. من هنا مثلا اعطيتك تريتمون مثلا اليوم هدايا، واش راح نمد للطيور تاعي، ها واش راح نمد للطيور تاعي، يعني اعطي الطير تاعك مثلا متبخلوش ياكل الميلونج تاعو، ياكل فيتامين، يشرب عفوا الفيتامين تاعو تاع التزاوج باش يجهزو ويحفزو على التزاوج، قطعة سلطة صغيرة وقودي صغير فيه ماكلة، وخلي الطيور تاعك ما شاء الله ربي يبارك تعقب ان تري تري بال جورني. كيما نقول احنا ما تبخلش الطير تاعك، اعطيه ياكل مليح وجدو مليح وما فيهاش مشاكل هذيا، وان شاء الله توفيق على الله تتوفقوا كامل 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 باذن الله اللي تبع خوك جلال. تفهمنا خاوتنا، هذا هو الموضوع تاع اليوم ان شاء الله. صح رمضانكم، صح فطوركم، سلام.